طيب يبقى مزيد واحد هتقل ايه اللي هيحصل للكرنت؟ يزيد. فهو عايز تحسبه قيمه الالفا، مش احنا قلنا ان الالفا هتقلل قيمه الفاندمنتال؟ عاوز يحسب قيمه الالفا اللي تحافظ لي على نفس الكرنت اللي ماشي. فانا همشي المساله بالعكس، هجيب الاول الزد واحد نيو لحد ال 25 هرتز، زد واحد نيو ديت هتطلع 11.4 اوم. بعد كده الزد واحد نيو ديت اضربها في الاي واحد، صح مش هو حافظ على نفس الكارنت، يبقى كده هجيب حاجه اسمها دي واحد نيو اللي هو هيطلع ب 215 فولت. بعد كده اقول ان دي واحد نيو دوت بيساوي 4 بي تي سي على باي كوزاين الفا، ومن هنا الالفا هتطلع 39.84 دجري. زي ما انتم شايفين كده السنجل بولس ويتس موديليتر الدكتور دوت بيديني سنجل ديجري اوف فريدم، يعني يا اما اتحكم في قيمه الفاندمنتال يا اما اشيل هارمونيك واحده بس. النوع اللي احنا هناخده دلوقتي اللي هو المالتي ليفل بي دي سي ان دي او
معلش انا مش هسميها الا هسميها كي الفا كي ودي بي سي كي ودي اوت كي ماشي عددهم كي عشان ال ان دوت وعندنا خدمات كي ال في ان بتاع الاوتبوت بتاعهم بيساوي ايه؟ مش هو بيساوي السميشن بتاع كل واحد لوحده؟ انا هجمعهم مع بعض ازاي؟ هوصل السالب دوت بالموجب وكل سالب بالموجب اللي بعده واخد ال في اوتبوت اكروس الايه؟ اكروس الترمينال الاولانيه والاخيره تمام؟ ال في ان توتال بتاع ال في اوتبوت توتال بقى لو مش هو لو جبت ال في ان الاولاني لوحده وجمعته على الثاني لحد رقم كي يبقى هو دوت ال VN بتاع المولتي ليفل انفرتر تاني كده ال VN بتاع الكوازي سكوير ده لوحده بكام؟ 4 BC 1 على N باي 1 على N باي في الكوزاين N ألفا 1 زائد ال 4 بي دي سي 2 على ان باي كوزاين ان الفا 2 وافضل اكمل لحد 4 بي دي سي كي على ان باي كوزاين ان الفا 2 ده القانون اللي بجيب منه الهارمونكس في حاله الايه؟ النط ليفل انفرتر ايه؟ انا اديتك القانون الجنرال في حاله ان ايه؟ ان هما مش زي بعض. لو زي بعض القانون هيتحول مثلا كده 4 بي دي سي 1 بتساوي بي دي سي 2 بتساوي بي دي سي كي هيبقى ال في ان بيساوي 4 بي دي سي على ان باي سمشن كوزاين ان الفا اي والاي دي هي من اول الواحد لحد الكي عدد الليفلز اللي عندك ده لو البي دي سي بيساوي تمام كده احنا رسمنا البي اوت وعرفنا نحسب الهارمونكس اللي هي البي ان عرف ترمينولوجي جديد اسمه الموديليشن اندكس الام ار ايه هو الموديليشن اندكس دوت؟ ايه هو الموديليشن اندكس؟ مش انتوا خدتوه في المحاضره؟ ايه هو الموديليشن اندكس؟ نسبة الفاندمنتال من التوتال ايه؟ نسبة الفاندمنتال من التوتال مش بالظبط ايه لا معلش هو الموديليشن اندكس دوت بيعبر لي انا قد ايه استفدت من السبلايز بتوعي اللي هم البي دي سي 1 لحد البي دي سي كي ده هو بيقارن لي بالظبط بيقارن لي الارم اس فاليو اللي انا طلعتها دلوقتي اللي هي البي 1 ارم اس تمام الفي واحد اول ميس اللي هي اجيب من هنا الفي واحد واقسمها على جذر الكي مقارنة بايه بقى؟ بالفي واحد اول ميس برضه لو الفا واحد والفا اثنين والفا كي كلهم بيساووا صفر طب هو لو كل الالفا بيساووا صفر هيبقى شكل الاوت عامل ازاي؟ هيبقى سكوير ويف صح؟ صح؟ هيبقى ده ايوه هيبقى سكوير ويف لا صح هيبقى ده الشكل صح؟ البيك بتاعته ديت هي ايه؟ هي السبميشن بتاع الفي دي سي صح؟ او لو هما بيساووا بعض هيبقى كي في دي سي لو هما كلهم بيساووا بعض هيبقى الكي في دي سي تمام؟ انا مش عايز اقارنه بدي امال انا عايز اقارنه بايه؟ بالار ام اس فاليو بتاعت الفاندمنتال بتاع دي تاني كده يعني شايفين ديت عايز اجيب لها الفاندمنتال وبعد كده اجيب الار ام اس فاليو بتاعتها
Gega. From the Linda Tadim Tsawi. أربعة كي في دي سي على ان باي صح؟ وبعد كده اعمل ايه؟ نقسمها على جذر كام وحط ان بواحد طبعا. بديل جذر في ايه؟ فالقانون بتاعي تحول لبي واحد ار ام اس على 4 كي بي دي سي على باي في جذر 2 ماشي. بس ناخد بالنا تكتبوا نوت عندكم كده ان الكلام دوت لو هو ايكوالايز دي سي سورس لو في دي سي واحد بتساوي 2 بتساوي 3 بتساوي 4. طب لو ما بيساووش بعض شيل الكي دي سي ديت وعوض السبميشن بتاعته ماشي. هو برضه بيعبر عن ايه؟ بوتنشال اندكس حلو. بيعبر انا قد ايه استغليت السبلاي دوت. يعني انا لو مخلي كل الالفاظ بصفر ده اقصى ار ام اس فاليو اقدر اطلعها من السبلايز اللي عندي دي صح؟ بيقارنها بالار ام اس فاليو اللي انت طلعتها لما حطيت الفاظ مختلفه لكل ايه؟ لكل كوازي سكور. في واحد ار ام اس من فين هنا؟ مش ده اللي طالع لي فعلا؟ هنا هات في واحد واقسمها على جذر 2 طيب المالتي ليفل انفرتر بقدر استفيد منه ازاي؟ ماشي. هو بيديني عدد ديجريز اوف فريدم بعدد الليفلز بتوعه. يعني لو هو 2 ليفل اقدر اشيل هارمونيك واتحكم في قيمه الفاندمنتال او اشيل 2 هارمونيكس. 3 يبقى اشيل 3 هارمونيكس او 2 هارمونيكس واتحكم في الفاندمنتال وهكذا. طيب ازاي بعمل اليمينيشن لاي هارمونيك؟ ماشي. لو عايز اخلي الثالثه بصفر هعمل ايه؟ هاجي المعادله دي واحط كل ان ثلاثه وهتطلع لي معادله صح؟ بس المعادله للاسف هتكون ايه؟ هنا في كوساين 3 الفا 1 و3 الفا 2 وهكذا. المعادله دي نون لينير ومش هتعرف تحلها. ماشي. فعشان كده السؤال دوت هيجي بشكل من اثنين. تمام؟ يا اما يكون 2 ليفلز ويديك الفا ويقول لك هات الالفا الثانيه تمام؟ او برضه نفس المبدا 3 ليفلز ويديك 2 الفا يديك الالفا الثانيه او حاجه ثانيه خالص يديك هو الالفات وما يديكش البي دي سي. لما يبقى الانون هو البي دي سي مش كده بقت لينير ايكويشن؟ صح؟ هيبقى كل دول ثابت مضروب في البي دي سي. هيبقى مديك الالفا فيبقى في رقم مضروب في البي دي سي 1 رقم في البي دي سي 2 وهكذا فيطلع لك عدد من المعادلات تحلها مع بعض. بس المباريات اللينير هتعرف تحلها بالاله مثلا او بايدك او هنا اثنين بس وهكذا. البوتنشال اندكس الايه؟ البوتنشال اندكس يعني بجيب سبلاي واحد ولا اجيب اي سبلاي عادي؟ ايه؟ لازم سبلاي واحد؟ لازم ايه؟ يعني الباص لازم يكون في واحد ار ام اس. لازم ولا ما ينفعش اجيب السبلاي التاني؟ لازم تجيب الايه؟ تجيب خمس بس انا عندي كذا سبلاي كذا. لا في واحد ار ام اس دي فاندمنتال يعني الاوتبوت هات له الفاندمنتال ار ام اس غالي. يعني شايف الشكل دوت بتجيب له القيمه الفاندمنتال ازاي؟ من القانون ده ومن ده بتجيب الار ام اس. طيب تاني كده عشان الدنيا تبقى واضحه. لو انا هتكلم على مالتي ليفل انفرتر بس هو تو ليفلز بس تمام وعاوز يعمل اليمينيشن لان بتساوي 3 وان بتساوي 5 ماشي. وجيفن الفا 1 والفا 2 وريكوير انك تجيب الفي بي سي 1 بكام والفي بي سي 2 بكام. هتعمل ايه؟ اول معادله عندك اللي هي ان الان بتساوي 3 هيبقى الفي 3 بتساوي 0 بتساوي 4 في بي سي 1 على 3 باي كوساين
3 الفا 1 زائد 4 بي بي سي 2 على 3 باي كوزاين 3 الفا كي. ماشي نفس الكلام عامله مع 5 في 5 بتساوي 0 بتساوي 4 بي بي سي 2 4 بي بي سي 1 على 5 باي كوزاين 5 الفا 1 زائد 4 بي بي سي 2 على 5 باي كوزاين 5 الفا 2. تمام؟ لو هو مديك الالفا يبقى مش عندي معادلتين لينير اعرف احلهم مع بعض. تمام؟ طيب لكن لو العكس، لو مديك بي بي سي 1 وبي بي سي 2 يبقى عندك برضه معادلتين نون لينير مش هتعرف تحلهم. عشان كده قلت لك لو هو مديك البي بي سي هيديك الفا كمان عشان تحسب الالفا الثانيه، او يديك الفتين وتحسب انت بي بي سي 1 وبي بي سي 2. مين كان ماسك شنو؟ خلاص مسألة مسألة أربعة في الشيك. مسألة أربعة في الشيك هي مسألة مالتي ليفل انفرتر، مديك قيمة ال بي دي سي ومديك قيمة الألفا وعايز يحسب الإيه؟ الهارمونيكس. ماشي أنا هكتب لكم الفاينل أنسر بتاعتها. صعبة ولا عادية؟ ايه؟ عادية يعني؟ صعبة. البي واحد هتطلع ب 14.947 في 3 بصفر في 5 بسالب 2.78 هم في 7 بسالب 3 هم. هنناقش مشكلة أخيرة في المالتي ليفل انفرتر. لو هتكلم برضه على مثال بسيط اللي هو التو ليفلز، ماشي؟ فهيبقى واحد من السنجل بول سورس موديليتد انفرتر شغال عند الفا قليله نسبيا، واحد تاني شغال عند الفا كبير. فاكرين الحته اللي احنا اتناقشنا فيها قلت لكم كنا على جنب دلوقتي اللي هي ايه؟ حته السبلاي كارنت. تمام؟ السبلاي كارنت في الحاله دي هيكون موجود امتى؟ سبلاي كارنت اللي طالع من في دي سي 1 هيكون موجود في انهي فترات؟ في الفترة دي وفي الفترة دي بس، صح؟ طيب لكن بتاع رقم 2 هيبقى موجود في انهي فترات؟ في الفترة دي وفي الفترة دي. ماشي. طيب هو السبلاي كارنت اصلا بتاع 1 او 2 او اي حاجة بيساوي ايه؟ لما بيكون السبلاي كارنت واصل، يعني هنا السبلاي كارنت موجود وهنا موجود، هيبقى الاثنين بيساووا الاوت كارنت. تعالوا ناخد مثال بسيط. لو هنتكلم على مالتي ليفل انفرتر برضه تو ليفل واللود بتاعي ريزيستنت لود، تمام؟ هيبقى شكل الاي اوت ايه؟ شكل الاي اوت هيبقى هو شكل الفي اوت. شوف واحد واثنين. دور يبقى حاجه بالمنظر ده. القيمه ديت هقول انها بي بي سي على ار، والقيمه ديت 2 بي بي سي على ار، القيمه ديت سالب بي بي سي على ار، وديت سالب 2 بي بي سي. لو عايز ارسم اي اس 1 الاي سبلاي بتاع انفرتر اللي هو رقم 1،
هقول ليه هي الفا واحد وليه الفا يعني رقم واحد ده شويه من اول الفا ايه؟ من اول الفا ماشي. فقلنا القاعده بتاعتي ماشي او القاعده بتاعتنا يعني ان لما يكون الانفرتر اون بيبقى شايل تيار اللود كله فدوت هيبقى اون من اول الفا واحد فيشيل كل تيار اللود الجزء الثاني من السايكل اعكسه. طب الاي سب باي 2 هيشتغل من امتى؟ من عند الفا 2 فلما هيشتغل هيشيل كل اللوكر ترابل هيبقى 2 في تي سي على الرابع لكن تلاقي الفترات بالظبط هنا برضه 2 بي دي سي على الارض وهي بي دي سي على الارض و 2 بي دي سي على الارض. مش فاهم ايه طيب؟ دي على كاستر مش احنا اثبتناها هنا ان العلاقه يعني اثبتناها في الديسكوفر خالص ان التيار سويتش واحد وثلاثه هو عكس الاول كارت في السايكل الثاني هو ده اللي انا عملته بالظبط ان انا لما كان بيطلع سالب بي دي سي بعكس شكل الاوتبوت كارنت هو ده اللي انا عملته تمام ماشي ده كان تيار اللي هو 3 و1 و2 هو هنا ده 3 و4 شغالين صح تبقى تيار السبلاي وعكس الاوت تمام فديت تفسير حته ان احنا ايه عكسنا او خلينا كل السبلاي كارنت مو تاني حاجه هو لو سالب هيبقى الافرج بتاعه صفر يعني ما بيطلعش اي اوت ليه اترسمت كده لو جينا رسمنا الدايرتين دول مع بعض لما نشوف الديفايسز امتى اون وامتى اوف والحاجات دي هيطلع في ان الاثنين دول واصلين سيريز مع اللود تمام فمعنى كده ان في اي لحظه طالما مشغل هنا واحد واثنين هنا واحد واثنين يبقى التيار دوت هو دوت هو تيار اللود فعشان كده قلت لما بيبقى الانفرتر الاولاني شغال بيبقى شايل تيار اللود لوحده تمام لان دوت الفتره دي بيحصل فيه فروين فمفيش سبلاي كارنت جاي من عنده طب ولما التاني بيشتغل الاثنين بيبقوا واصلين سيريز مع بعض بيساووا اللود كارنت مش المفروض الاغاني ايه اللي بقى؟ لا مش هيقل، ما بقولك واصلين سيريز. يعني التيار دوت هو هو دوت هو هو التيار الاول. ماشي؟ اللي عايز يتخانق اكتر يروح كده في البيت يرسم الانفرتر دوت كفول بريدج وده فول بريدج ويمشي مع التيار لما يكون واحد واثنين هنا هون واحد واثنين هنا مش خالص. لا لا بس انا هنا عكست الاطفال. المشكلة عندي ايه دلوقتي؟ الناس اللي بتتكلم، المشكلة عندي ايه دلوقتي؟ المشكلة ان الافرج كارنت اللي طالع من السبلاي واحد اكبر من اي سبلاي اثنين. فلو السبلاي دوت مثلا بطارية صح؟ يعني البطارية اللي واصلة هنا هتخلص الأول ماشي؟ حاجة تمام؟ فنعمل ايه عشان الايكوالايز الباور المسحوبه من الشورتس اللي عندي. بيتر من سوايب. ماشي؟ هي المشكله اصلا حصلت ازاي؟ ان ده شغال على طول بالفا واحد وده شغال على طول بكام؟ بالفا اثنين. فلو انا شغال في دوت مره بالفا واحد المره اللي بعدها بالفا اثنين اللي بعدها بالفا واحد ثاني وبدلت مع دوت نفس الكلام هيبقى اون ذا افريج الباور المسحوبه من الاثنين ايه؟ من الاثنين قد بعض. ماشي؟ فجنرال كده لو عندك عدد ليفلز كبير حصل يعني لو عندك ثلاثة ليفلز خمسة ليفلز ماشي دلوقتي هنعمل ايه؟ ان احنا نيكولايز البي انبوت from DC sources in multi-level inverter.
الشرط بتاعي عشان اعمل ايكوالايزنج ايه؟ ان انا كل انفرتر يعدي بالالفات اللي موجوده عندي صح؟ لو انا هتكلم عن 3 الكتر ماشي فلازم الانفرتر الاولاني اللي هو شويه شغال بالفا 1 وشويه شغال بالفا 2 وشويه شغال بالفا 3 الفا 3 وهكذا الثاني وهكذا الثالث. هل دي الكونديشن الوحيده عندي؟ لا في كونديشن ثانيه مهمه. ازاي احافظ على شكل في اول ده سنه على طول؟ ان يبقى في كل لحظه هنا واحد هنا اثنين هنا ثلاثه هنا ثلاثه هنا اثنين هنا واحد ما يبقاش في اي لحظه في اثنين معاهم نفس الالفا لازم الالفا بتاعتهم تبقى مختلفه. عشان كده احنا ممكن نربط الكلام دوت بلعبه الصدور. ازاي الكلام دوت؟ لو انا عندي ثلاثة ليفلز ماشي ده الانفرتر الاولاني وده الانفرتر الثاني وده الانفرتر الثالث. احنا عايزين نعمل ايه؟ كل الانفرترز يعدوا بثلاث افات وفي كل لحظه يبقى عندي ايه؟ ثلاث افات لاني مش هكرر الالفا ولا في اي صف ولا في اي عمود. فانا لو جيت بدات قلت الانفرتر الاولاني هيشتغل بالفا 1 والانفرتر الثاني هيشتغل بالفا 2 والثالث بالفا 3 تمام وخلصت كده سايكل كامله او باف سايكل كامله. اللي بعدها هنمشي ازاي؟ ماشي هنا الفا 2 وهنا الفا 3 الفا 1 هنا هنا لازم تبقى الفا 2 عشان ما ينفعش تتكرر هنا مرتين وهنا الفا 1 وهنا الفا 3 عشان تعرف تكرر نفس الكلام دوت ايه؟ لو خمسه ليفلز بايا كان عدد الليفلز ماشي. خدته في المحاضرة طريقتين الكلام دوت ان هو يا اما بيشتغل سايكل كاملة بالالفا واحد والسايكل الكاملة اللي بعدها بالالفا اثنين او يشتغل ايه؟ ابصر ماشي ارجعوا برضه للايه؟ للشكل تمام كده؟ حد عنده سؤال؟